طبعا حنرحب بضيفتنا المؤثره الفلسطينيه مروه المصاروي. مرحبا مروه ويانا بكلام نواعم. مرحبا بيك، شو اخبارك اليوم؟ الحمد لله تمام. انا كثير سعيده اني اطلع على برنامج مثل هذا البرنامج معكم، احلى بنات في العالم. حبيبتي طبعا رح اتوجه بسؤالي لك يا جوزيف، انا حابه اعرف رايك بما انك خبير بالموضوع. نلاحظ انه هاي الفتره في عدد كبير، ظهور كثير للانفلونسرز على السوشيال ميديا، شنو برايك السبب اللي يخلي هذا الانتشار الواسع لهي الفئه؟ السبب الرئيسي هو بمطرح من المطرح هو الشهرة. هيدا من الأسباب الرئيسية، لأنه بطبعنا كإنسان منحب أنه نكون معروفين بالأشياء اللي منعملها حتى لو بمواضيع منوعة. تاني سبب هو كمان المال بيلعب دور، لأنه مثل ما منعرف هلأ المؤثرين عم بيطلعوا مبالغ أوقات ما رح أقول ضخمة، بس كمان ما بتمنع أنه عم بيطلعوا أمور مادية، فهيدا الشيء كمان صار جاذب لكثير من الناس أنه يقولوا ليه أنا ما بعمل مؤثر، ليه ما بصير مؤثر مثلي مثل غيري، وكمان بصير طلع مصاري من الأشياء اللي أنا عم بعملها بشكل يومي. طبعا مروة تعرفين أنه أكثر الناس شهرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي غير طبعا الفنانين والفنانات هم المؤثرين الموضة والجمال والفاشينيستات، هل تتوقعين أنه في مكان لمؤثرين ومؤثرات جدد؟ طبعا ما في، السوشيال ميديا ما إلها حد معين للاستقبال، هي زي كأنها فضاء مفتوح لكل مين عنده موهبة أو مين عنده رسالة حابب يقدم. طالما أنه في ناس كتير وفولورز كتير وبيتبعوا مشاهير مؤثرين على السوشيال ميديا صاروا بشكل كبير، ممكن تحكيني إيش الهيكل اللي رسمتيه لنفسك عشان تكوني إنسانة مؤثرة؟ أنا الكي مسج تاعيتي اللي أنا حابة أقدمها على السوشيال ميديا من خلال المحتوى اللي بقدمه هي الإيجابية، البوزيتيفيتي، الطاقة الحلوة اللي ممكن أسعد إنسان قاعد عم بحضرني فيها، ممكن يكون في شخص حابب يشوف، حابب انه او محتاج توصلوا هذا الشيء. مروة شو بتصنفي نفسك اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وشو هو المحتوى او المواضيع اللي بتقدميها؟ حاليا صعب الانسان يعني يوصف نفسه في الشغلات المنيحه او بشو بصنف حالي، اكيد انا يعني ما بعتبر حالي مؤثره كبيره، بس على مستوى العدد اللي عندي بعتبر حالي مؤثرة عليهم. أنا المحتويات اللي بحب أنزلها عندي بشكل عام، أنا كثير بحب الجمال والموضة، والموضة يعني عندي عشق مو معقول، نفس الوقت أنا ماما. طبعاً أكيد أنا مثل أي حدا تاني، شو ما بواجه في حياتي بحاول أقدمه ككونتنت حلو ممكن اللي قدامي يستفيد منه، وممكن برضه أحسس المتابعين أنه أنا إنسان مثلي مثلهم. جوزيف، ليه تغيرت اهتمامات الناس وتحولت من الموضة للأمور الأكثر تأثير أو القصص الإنسانية إذا صح التعبير؟ صح، أكيد الأمور الإنسانية بتلعب دور عند المؤثر، لأنه بيصير يخلي الناس يحسوا أنه هو قريب من قضاياهم، وهيدا نوع من التسويق، يعني وقت نستعمل هيك قضايا كرمال نفرجي وجهة نظرنا، وبالتالي نجيب نستقطب جمهور جديد، جمهور بيوافقنا الرأي، جمهور بيمشي معنا بنفس القضية الاجتماعية. في رأيك يا مروة، هل المؤثرين حياخدوا فترة زمن وينتهوا، ولا حيفضل هو وحيستمر وحيكون هو إن شاء الله مستقبل الإعلام؟ هلأ إحنا بلا شك واضح لإلنا كنا أنه المؤثرين أصبحوا أكثر أهمية من قبل، ومواقع التواصل الاجتماعي صارت من أهم الأماكن متابعة. مروة طبعا انا اتابعك على السوشيال ميديا واعرف انه انت قد اكتف، واعرف انه انت زوجه وام نفس الوقت، تحسين كانه انت دورك كانفلونسر ياثر على دورك كام وكزوجه، وحابه اعرف راي زوجك بالموضوع، يدعمك بموضوع السوشيال ميديا؟ طبعا 100%، انا اساسا عمر لو ما دعمني ما كنت صرت، يعني دائما في كل انسان لما بده يبلش شيء بكون محتاج حدا يدعمه او يوقف جنبه، فكان عمر هو الشخص الاساسي او الوحيد خلينا نحكي اللي وقف جنبي بهذا الموضوع. دوري كأم او كزوجة كانفلونسر انا ما بشوف انه تغير او تاثر، بالعكس تماما، يعني لأنه أنا سعيدة بالإشي اللي بعمله، فبحس حالي برضه بعطي بيتي وبعطي ابني بسعادة، بكون جداً سعيدة بدوري كأم أو كزوجة.